مع الأخ مصعب زيد رئيس ديوان الموظفين العام، عطوفة الأخ سليمان الزهيري وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأخ الدكتور مصطفى جرار مدير معهد ابن سينا ومدير مشروع أكاديمية الحكومة الإلكترونية في جامعة بير زيت، الأخ الدكتور نضال الجيوسي ممثل مشروع تيمبوس الداعم بهذا التدريب، الإخوة الأخوات والأخوة الحضور مع حفظ الألقاب والمسميات، أهلا وسهلا بكم، وخير ما نبدأ به هو السلام الوطني الفلسطيني. وإياكم اليوم في فعاليات اختتام تدريب الحكومة الإلكترونية، وهذا تدريب متخصص استهدف الكادر العامل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وأيضا المؤسسات الأهلية والخاصة. تم تدريبهم في 6 مواضيع تدريبية بواقع 50 ساعة تدريبية لكل موضوع. وقبل أن نبدأ حفلنا، اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم جميعا بالشكر الجزير لوزارة التربية والتعليم ممثلة بالمعهد الوطني للتدريب التربوي ومديره العام الدكتورة شهناز الفار لاستضافتهم لنا في هذا المعهد للقيام بهذه الفعالية، فشكرا جزيلا لهم. وفي البداية نقول التحول إلى الحكومة الإلكترونية ليس قرارا يتخذ من قبل صناع القرار والحكومات فقط، بل هي ممارسة عملية تقوم بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية والخاصة باتجاه أتمتة خدماتها وتقديم خدمات إلكترونية للمواطن من باب توفير الوقت والجهد على هذا المواطن، وهي أيضا بحاجة إلى إطار تشريعي ينظم هذه العملية والعلاقة ما بين المواطن وهذه المؤسسات، وهي أيضا عملية تكاملية بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لتبادل المعلومات والبيانات فيما بينها. أدعو معالي الأخ موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام ليلقي كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي وصديقي عطوفة وكيل وزارة الاتصالات سليمان زهيري، الأخوة ممثلي المؤسسات الحكومية والمحلية وأيضا المؤسسات الخاصة المشاركين في هذه الدورة، الأخت شهناز مديرة هذا المعهد الذي دائما نحظى ونعتز بأن نكون في أحضانه ليستفيد من هذه الإمكانيات المتوفرة في هذا المعهد بما يتيح الفرص للتدريب لأبنائنا وموظفينا في مكافة وزارات السلطة الوطنية.
أعتقد اليوم أصبح من الواضح والمؤكد أن بقدر ما نذهب بعمق وبشكل استراتيجي لتطويع التكنولوجيا في مجال عملنا، بقدر ما يمكن أن نكون قادرين على تسهيل على مواطنينا وعلى موظفينا لتوظيف هذه التكنولوجيا في تحقيق مزيد من الإنجازات والمكاسب لشعبنا ومواطنينا. أعتقد من خلال هذا التدريب وهذا التكامل الرائع الذي نشهد عليه اليوم، من خلال هذه الشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا مؤسسات المجتمع المحلي والبلديات، هذا يؤكد أنه بمقدورنا كمؤسسات مجتمع فلسطيني قادرين إذا ما تكاملنا وتعاوننا وعملنا معا وخططنا معا ونفذنا معا وقيمنا معا وأيضا عملنا على قياس الأثر للأعمال التي نقوم فيها، أعتقد نستطيع أن نصنع ما هو أفضل لشعبنا ومواطنينا. نحن في دول موظفين العام نعتبر الشراكة مع المؤسسات المختلفة هي استراتيجية من الاستراتيجيات التي يعمل عليها دول موظفين العام، ونعتقد أيضا أن الاستفادة من القدرات والمهارات والإمكانيات المتوفرة في المؤسسات الخاصة وأيضا البلديات ومؤسسات المجتمع المدني هي أحد العوامل المهمة التي نستطيع أن نعتمد عليها في عملنا وفي تطوير عملنا وتحديث كل ما نقوم فيه. دول موظفي العام في مجال تكنولوجيا المعلومات ومن خلال الاستمرار في إجراء مثل هذا التدريب النوعي الفعال اللي يعني أنا كما قرأت أنه ممكن يساهم في إيجاد كوادر تتمتع بالاحترافية في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذا بالتأكيد يساهم في تطوير عمل مؤسساتنا في تمكين هذه المؤسسات من أن تعمل من خلال استخدامها الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في سبيل تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها وأيضا إيصال الخدمات ذات النوعية والجودة لأبناء شعبنا بالمستوى الذي يليق بشعبنا وأيضا يليق بمؤسساتنا بعد مضي 17 عام من عمر هذه المؤسسات، لأن هناك أصبح عدد هائل من كوادرنا ثروتنا الحقيقية مواردنا البشرية، أعتقد صار بإمكانهم أن يبينوا أنهم قادرين على أن يبدوا تميز وإبداع يلمس المواطن الفلسطيني. احنا محور اهتمامنا جميعنا هو المواطن، ووجدنا في هذه المؤسسات ان كانت مؤسسات عامة او خاصة او اهلية من اجل ان نخدم ونكون خدم لمواطنينا ونقدم لهم افضل الخدمات ونشعرهم دائما باننا موجودين في هذه المؤسسات في سبيل تحقيق الازدهار وايضا الرخاء لشعبنا رغم كل ما نعاني منه من احتلال من حصار من إعاقات يفرضها علينا الاحتلال من أجل أن لا نتمكن من تحقيق ما هو أفضل لشعبنا، وحتى لا نستطيع أيضا أن نواكب عهد التغيرات الدراماتيكية في العلم والاقتصاد وأيضا في مجالات أخرى. ويجب أن تعرفوا أن التكنولوجيا المعلومات كانت قبل 140 سنة أو 30 سنة كل 5 سنوات أو 10 سنوات يحدث تطور على التقنيات المستخدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، اليوم أصبحت سنة أو سنتين وأنا بقول لكم ستشهدوا اللحظة التي يتم إحراز تقدم في تكنولوجيا المعلومات خلال 72 ساعة، وكثير منكم سيؤجل شراء أجهزته لأيام
لأنه سيكون على قناعة أن هذا الجهاز أو هذا التقنية التي يريد أن يشتريها سيطرأ عليها تغيير إضافي بعد 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع. لذلك نحن يجب أن نكون جاهزين لمواكبة هذه المتغيرات، هذه التطورات، ودون أن نعمل بشكل سليم وأن نستخدم هذه التكنولوجيا استخدام إيجابي يخدم مصالح شعبنا ويخدم مصالح مؤسساتنا، أعتقد لن تكون هذه التكنولوجيا إلا يعني خلينا نقول عامل من عوامل أيضا الضعف. نريد أن نطوح هذه التكنولوجيا في سبيل أن نحرز تقدم، وعلينا كشعب فلسطيني بما نمتلكه من خبرات وعقول وموارد بشرية مميزة علينا أن نساهم في التطور الهائل الذي يحدث في العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات. أنا يعني أؤكد على استمرار مثل هذا التدريب، لكن علينا دائما أن نحدث تطوير في هذا المجال بحيث نربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي. نحن نريد أن ندرب موظفينا وأيضا شركائنا في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وفق تخصصاتهم في مؤسساتهم. يعني كل موظف يجب أن يدرب لكي يتمكن من القيام بواجباته بمهامه بعمله الذي ينص عليه التي تنص عليه بطاقة الوصف الوظيفي أو الوظيفة التي هو يشغلها أو جاء للعمل العام أو لهذه الوزارة أو تلك المؤسسة استنادا لهذه المهام وهذه الواجبات في الوظيفة. إضافة إلى ذلك مهم أن نحافظ، وأنا دعوة أن نحافظ على هذا النوع من التفاعل والتدريب المشترك ما بين مختلف قطاعات شعب مؤسسات أهلية أو حكومية وحتى أمنية كما شاهدنا في الأيام الماضية. لماذا؟ لأننا نريد أن نجعل من الخبرات المختلفة المكتسبة في مجال العمل في القطاع الخاص والعام والأهلي ليصبحوا كوادرنا ومواردنا البشرية في كافة القطاعات على مستوى واحد وعلى قدر من الخبرة والتجربة التي بإمكانهم أن يثروا ويغنوا عمل مؤسساتهم. من هون يعني نعتبر أنه هاي بداية وسنبني عليها، وأنا بدعو وزارة الاتصالات الشريك الاستراتيجي وأيضا المؤسسات الأخرى الخاصة التي لها علاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، أدعوهم لتعاون استراتيجي للقيام بعمليات تدريب ناجعة، عمليات تدريب تمكن المتدربين والمستفيدين من هذه الفرص التي نتيح لهم أن يصبحوا في أعمالهم ناس مميزين، ناس قادرين أن يحدثوا فرقا واضحا في مجال عمل المؤسسات والدوائر والإدارات التي يعمل فيها. وبالتالي ديوان الموظفين العام ومن خلال مشاريعه التي يعمل عليها والتي تتم بالشراكة والتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات المختلفة في المجتمع الفلسطيني، أعتقد ستساعدنا جميعا من أن نحدث نقل نوعية في مجال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني. يجب أن ندرك جميعا ويجب أن نكون على معرفة أن كل واحد موجود فينا في أي موقع في هذه السلطة الوطنية وفي أي مهمة هو موجود فقط من أجل أن يحقق لهذا المواطن ما يصبو إليه ويتأمل منا. لذلك لن نكون بغض النظر عن مسمياتنا، كل واحد فينا يقع عليه مسؤولية محددة تجاه هذا المواطن، ويجب أن يلمس المواطن الفلسطيني أن موظفي القطاع العام فعلا هم على قدر عالي من المسؤولية تجاه أبناء شعبهم.
على قدر عالي من الاستعداد للعطاء، للتفاني، للإخلاص، للعمل من أجل هذا الوطن. هذا الوطن باستقراره، بتماسكه، بوحدته، فقط يمكننا أن نعيش كرماء ونعيش دون أن يتطاول علينا أو يشعرنا أحد عندما نغادر هذا الوطن ونذهب إلى دول أخرى ويشير إلينا بأننا منقسمين، بأننا لسنا على وفاق. نحن ننشد الوفاق وننشد الوحدة الوطنية وننشد أيضا تحقيق الاستقلال الوطني النازل. لن تستكين هذه المنطقة إلا بتحقيق آمان وأهداف الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة وعاصمة القدس. واليوم يجب أن ننشد إلى الأمم المتحدة لنرى ونتابع ماذا يقول زعماء العالم اتجاه قضيتنا. وأعتقد اليوم سيكون يوم مشهود، لأن سيادة الرئيس أبو مازن سيقول كلاما واضحا لكل العالم. نحن لدينا كل المقومات أن ننشئ دولتنا، لنا الحق كباقي شعوب العالم، ولا يستطيع أحد في هذا العالم أن يحرمنا من هذا الحق. نحن نريد أن نقيم دولتنا المستقلة، شاء من شاء وأبى من أبى. وأعتقد إقامة هذه الدولة بإذن الله هو قريب، وحدتنا بتماسكنا بإخلاصنا لهذا الوطن. من لا يعتبر الوظيفة العمومية قضية خاصة يعمل ليلا نهارا تشغله على مدار الساعة، لأنه موجود من أجل أن يحيي هذا الشعب، أن يعيش هذا الشعب بكرامة، بحرية، باستقلال. دائما سيكون دول الموظفين حريصا على التعاون وحريصا على بناء كوادر السلطة الوطنية بناء متكاملا. نحن نريد أن نصنع قيادات إدارية شاملة، قيادات إدارية شاملة تتمتع بالمواصفات الشخصية القوية، بالثقافة العامة المميزة، بالتخصص الممكن لهذا الموظف بغض النظر عن موقعه الإداري للقيام بدوره بالمستوى المطلوب. شكرا لكم، يعطيكم العافية. ونتساءل وإياكم لنبحث عن الجواب، هل نحن في فلسطين وبالرغم الاحتلال بحاجة إلى وجود حكومة إلكترونية؟ طبعا نجيب قطعا نحن بحاجة إليها، ولعديد من الأسباب. أولا، وجود الاحتلال الذي يمزق أرجاء الوطن ويحوله إلى كنتونات. ثانيا، وجود عدد كبير من أبناء شعبنا كلاجئين ومغتربين في العديد من دول العالم ولا يستطيع الوصول إلى مدنهم وأرضهم، فالحل هو ربطهم من خلال الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية، مما يمكننا من تقديم الخدمات المختلفة لهم بالرغم من أنهم خارج البلاد. ثالثا، الانتشار والاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين. أحيي باسمكم جميعا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجهد الذي تبذله في هذه الأيام لفضح ممارسات وسياسات الاحتلال على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإلقاء كلمة وزارة الاتصالات. السلام عليكم. معالي الأخ الصديق موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، الأخ الدكتور الصديق العزيز الدكتور مصطفى جرام، الدكتورة شهناز، الحضور الكريم، أخواتي وأخوتي مع حفل الألقاب،
في البداية اسمحوا لي أن أعتذر باسم الدكتورة صفاء نصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عدم تمكنها من الحضور بسبب سفرها. وبنفس الوقت أريد أن أشكر طبعاً أخونا وصديقنا معالي الأخ موسى وزيد على الكلمة الجامعة التي ألقاها والتي تعبر عن رؤية واضحة ومحددة نحو تطوير كفاءات السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء قدراتها، وهذا شيء بثلج صدرنا وطمننا جدا على الوجهة اللي رايحينها، وبإذن الله تعالى راح نكون على قدر ثقته دائما وعند حسن ظنه، وأكيد إن شاء الله موظفين القطاع العام راح يكونوا من أكفاء الموظفين الموجودين، حتى إذا مقارناهم مع القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني. في تكنولوجيا المعلومات يا أخوان كثير حتى من الشركات الخاصة اليوم قاعدة تدخل موظفين أو بتحاول أنها تستقطب موظفين من القطاع العام، يتراكم منها إلى المهارات المتميزة اللي بدأ القطاع العام يتميز بها. أكاديمية الحكومة الإلكترونية كما ذكر أخونا معالي الوزير هي نموذج ناجح للعلاقة التشاركية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ولعل هذا اليوم يعني لقائنا اليوم هو أحد المعالم هذا النجاح، وهو تخريج 60 متدرب في مجالات مختلفة، كل مجال كان منها حوالي 50 ساعة تدريبية، أي بما يعادل حوالي 300 ساعة تدريبية للبرنامج بأكمله. طبعا المجالات مختلفة، في منها طبعا شيء له علاقة في الانتربرابيليتي فريم وورك، في شيء له علاقة مباشرة في التشريعات في وأنظمة حماية المعلومات، ولكن في المجمل أعتقد أنه كانت بداية موفقة جدا، خاصة ونحن بدأنا يعني في الأمس القريب كنا في جلسة مساوية كنا نتحدث عن المشروع الحكومة الإلكترونية، حيث بدأنا فعلا مرحلة التطبيق. يعني على مدى الثلاث سنوات السابقة كنا في مرحلة الإعداد والاستعداد وبناء القدرات، ولكن أريد أن أنقل يعني لكم بشرى صارة، وهي أننا مع بداية العام راح نطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية بالتشارك مع مجموعة وزارات. طبعا راح تكون مجموعة خدمات يعني بايلوتينج يعني في فقط محصورة في مجموعة وزارات، منها وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، وزارة ديوان الموظفين العام، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة النقل والمواصلات، وزارة الصحة بالإضافة للشرطة والمعابر. يعني راح نبدأ في هذول المجموعة ولكن كبداية، ومن ثم راح يتوسع الموضوع حتى يشمل كافة وزارات ومؤسسات الحكومية. حاليا نستعد لاستقبال مجموعة خبراء من استونيا شركائنا في موضوع الحكومة الإلكترونية، راح يجوا حتى يشرفوا على مراحل التطبيق، وبالتالي نأمل إنه مع بداية شهر شباط القادم يكون يعني صار عندنا منتج اسمه خدمات حكومة إلكترونية تطبق في داخل إطار القطاع الحكومي أولاً، ومن ثم ننتقل إلى تطبيقها في إطار العلاقة ما بين الحكومة والمستخدم أو المواطن. لا شك يا أخوان أن هناك يوجد كثير من التحديات للموضوع، ورغم التحديات الموجودة لأنه القطاع على التكنولوجيا المعلومات تقدم بشكل هائل خلال الفترة السابقة. فيما يتعلق الحكومة الإلكترونية أنجزنا مشروع الشبكة الحكومية كما تعلمون، وحاليا لدينا أكثر من 50 مؤسسة حكومية مرتبطة على الشبكة الحكومية، إضافة إلى ذلك أنجزنا مشروع قانون المعاملات الإلكترونية اللي هو راح يشكل بالنتيجة أساس جميع التعاملات في إطار سواء الحكومة أو في إطار القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني اللي علاقة في الموضوع. كما أنجزنا، وطبعا الشكر موصول للدكتور مصطفى جرار، أشرف على إنجاز أهم مشروع في إطار العلاقة ما بين الكيانات الداتابيس سنترز، اللي هي طبعا كان لابد من إيجاد إطار يجمع هذه يتيح لهذه الكيانات التحدث مع بعض، وسمى طبعا زنار بيكون من أشهر المنتجات على المستوى العربي في إطار
التعرف ما بين قواعد البيانات في وزارة ووزارة أخرى. كلكم تعرفون هناك إشكال كبير إما في الأسماء، سواء كانت أسماء العربية أو أثناء ترجمتها كانت اللغة الإنجليزية تختلف من داتابيس لداتابيس أو قاعدة بيانات لقاعدة بيانات، وكان لابد من توحيد هذه المفاهيم وهذه المسميات حتى يسهل عملية الترابط ما بين هذه القواعد. وبالتالي هذا نعتبره من أهم إنجازات الحكومة الإلكترونية حتى هذه اللحظة. نأمل أن يتم، طبعا هو موجود على الويب سايت للاستخدام العام، يعني ممكن لكل مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة بغض النظر أن تقوم بالدخول على الرابط معين وتستفيد مما تتيحه ما يتيحه زنار من خدمات عظيمة وكبيرة جدا. التحديات كما ذكرت كثيرة، احنا في فلسطين قد نكون احوج المجتمعات في العالم لتطبيقات الحكومه الالكترونيه كما ذكر اخونا ابو شنب. هناك مجموعه من القضايا اللي تفرض على سواء على القياده الفلسطينيه السياسيه او حتى على القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي، بحيث انه يصعب جاهدين المباشره في تطبيقات الحكومه الالكترونيه. الكل يعلم انه حاله الانقسام القائم اليوم حتى على المستوى الفلسطيني ما بين القطاع وغزه، وكم تعرفوا حجم الحصار المفروض حتى على مدننا، ومعظم الشعب الفلسطيني موجود في خارج فلسطين، وبالتالي راح تسهل الحكومه الالكترونيه تقديم كثير كثير من الخدمات لابناء شعبنا خاصه المتواجدين في الخارج، وهذا راح يعني يساهم بصمود شعبنا سواء في الداخل او في الخارج. من اجل فضح هذه الممارسات الاسرائيليه التي تستهدف قطاع الاتصالات والمعلومات، اطلقت الوزاره حمله واسعه محليه ودوليه. بالامس قمنا بارسال مجموعه من الرسائل لسيف الدبلوماسي في رام الله، وقمنا بارسال مجموعه من الرسائل ايضا لسفاراتنا في دول العالم حتى نوضح في الضبط التداعيات الحصار والمعيقات الإسرائيلية المفروضة على قطاع الاتصالات وتواجد المعلومات، وهو من القطاعات القليلة الواعدة في فلسطين. قطاع الاتصالات هو يشكل بالآخر البنية التحتية لتقدم الاقتصاد بشكل عام وليس فقط قطاع تكنولوجيا المعلومات، على اعتبار أنه قطاع الاتصالات يمكن من تطبيق الكثير من الخدمات الإلكترونية كالصحة الإلكترونية كالتعليم الإلكتروني كالتجارة الإلكترونية والكثير من الخدمات الأخرى الذي يتيحها هذا القطاع. طبعا بعد ما الكلمة الجامعة معالي الأخ موسى بوزيد، لا أجد كلاما كثيرا أقوله، ولكن أريد أن أبارك لكم تخرجكم وإن شاء الله نلمس ثمار عملكم الأيام القادمة عندما نبدأ بتطبيق مجموعة من الخدمات في إطار الحكومة الإلكترونية. شكرا جزيلا. نشكر الأخ سليمان الحياري عضو توقيع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أنا مش راح أطيل عليكم، أولا مبروك للخريجين، بس حابب أعطي لمحة سريعة عن برنامج تنبس. بداية بحيي معالي الوزير موسى أبو زيد وعطوفة الأستاذ سليمان الزهيري، دكتور مصطفى، دكتورة شهناز والجميع على إنجاح المشروع. مشروع برنامج تنبس هو برنامج من الاتحاد الأوروبي ممول وموجود في 46 دولة وله مكتب في فلسطين كإحدى الدول الممثلة لتنبس. هو أداة وآلية لدعم برامج تحديث لتحديث برامج التعليم العالي، وبالتالي في عندنا حاليا تأسيس تنبس الآن مولنا 27 مشروع بقيمة 25 مليون يورو. من أنجح المشاريع اللي مولناها وأعتقد ناجحة وراح نستشهد فيها في اليوم التعريفي اللي ممكن برضو نعقده هون بشاركنا فيه الدكتور مصطفى، هو مشروع الحكومة الإلكترونية لأسباب عديدة. أولاً اللي تفضلتوا فيها بداية أنه في تعاون بين المؤسسات، هذه حاجة وطنية، يعني لا نتابع ونلحق في الركب الإلكتروني العالمي، وإلا يعني لا يمكن نتقدم بدون ما نكون بدون التعاون. أنا بثني وأعتقد هذه من المشاريع الرئيسية والمحورية
عندنا في البلد بدون ما نحط ايدينا بدين بعض كوزارات ومؤسسات لا يمكن نتقدم. وصار حديث مطولا مع الدكتور مصطفى لاحقا على انه امكانيه ندرس تقديم مشروع اخر لتنبس اللي ممكن نحط اليات تنفيذ، لانه هلا بنينا الاستراتيجيه، بدينا في مهام، بنينا الخطه، صار عندنا كور جروبس، ف يعني اطلاقه بشكل عملي بعتقد المرحله الثانيه، وانا ساكون من الداعمين لهذا المشروع في فيس 2 يعني، وان شاء الله بيكون ناجح، وتعاونكم طبيعي هذا السند ومؤشر لنجاح المشروع. مش راح اطيل عليكم، اشكركم كثير، وبحكي تفاصيل اكثر في اليوم التعريفي لتنبس اللي راح ممكن نعمله هون في 5/12، وكلكم مدعوين عليه. شكرا كثير. راح اترك عنوان عشان بجوز بسوى تقرأوا شوي عن تنبس، إذا معنيين تقدموا لبرامج تنبس تستفيدوا كوزارات أخرى، راح اترك الكرت عند الأخت آية للي معني يعني. شكرا كثير. الدكتور مصطفى جرار مدير مشروع حكومة إلكترونية مدير معهد ابن سينا للقاء كلمته. شكرا لك جمال. أول شيء نرحب بالجميع، الأخ موسى أبو زيد والأخ سليمان الزهيري والأخ نضال جيوسي وكمان زملائي في الأكل بالمشروع والمدربين، ونرحب طبعا أو نشكر كمان اللي هم أصحاب المكان والدكتورة شهناز وزارة التربية والتعليم. صحيح أنا ما عنديش كلمة، بس أنا عامل برزنتيشن يعني أنا عامل محاضرة. بس قبل هيك موجز جدا بأرقام فقط. قبل هيك الصراحة في أكثر من قضية بدي أحكيها، إنه بصراحة إحنا دائما نسألنا سؤال يا دكتور نضال، هل النص مليون يورو اللي أخذناهم كان أصرفناهم بالشكل الصحيح ولا ما كانوا، ولا ما أصرفناهمش بشكل صحيح؟ بدك الصراحة، مع إنه حتى يعني الدكتور نضال وكمان ممثلة أو مسؤول التنبس في بروكسل بيعتبروا مشروعنا من يعني من المشاريع صغيرة جدا واللي أهدافها كبيرة، بس كان البجت تبعتها صغير كثير، والزملاء طبعا زملائي في المشروع لمسوا هذا الكلام فعلا، إلا إنه كمان نعتقد إن إحنا كنا ما نستحقش هذا المبلغ للحق والأمانة، لأنه هذه أمانة اللي دفع هذا المبلغ هو دافع الضرائب الأوروبي، وإحنا لازم نعرف هذا الكلام. فنأمل إنه اللي قدرنا عليه يعني نسويه يعني. إلا إذا أبدع. أيوة. فهلا الرسالة للخريجين هي بتصير إنه لازم يكون في أثر كبير للكلام أو المعرفة اللي تعلمناها من خلال هذول البرنامجين أو البرنامج الدفعة الأولى والثانية. أكاديمية الحكومة الإلكترونية بالمناسبة من التايتل من الاسم، قد يعتقد البعض أنها الآن هي مؤسسة إلى شخصية قانونية، ولكن هي عبارة عن مشروع قائم على مدعوم من تيمبوس مدعوم للتيمبوس، وهناك في كثير من الجامعات تكون من 11 شريك في المشروع بيزيد واحد من 11. في عندنا كمان إخواننا في جامعة البوليتكنيك وإخواننا في جامعة قضوري، هذول الجامعة الفلسطينية الثلاث، بالإضافة إلى ثلاث وزارات فلسطينية، وزارة الاتصالات، وزارة الداخلية، ووزارة الحكم المحلي، وكمان معانا خمس جامعات أوروبية طبعا من بروفيسورز متخصصين ومشهورين عالميا في المجالات اللي احنا دربنا فيها. للأكاديمية ثلاث أهداف. الهدف الأول اللي بنسميه الكونسلتانسي، إنها تكون هي مركز معرفي في فلسطين تدعم القطاع الحكومي بشكل أساسي والقطاع حتى القطاع الخاص طبعاً بدون مقابل، يعني هي ناقل للمعرفي أو صانع للمعرفي وبتبخلش على البلد بهذه المعرفة. الهدف الثاني إن نعمل كمان دراسات وأبحاث، مش فقط علمية يعني، أبحاث علمية ودراسات حتى عامي بما يتعلق بالحوكمة الإلكترونية بشكل عام،
والهدف الثالث اللي احنا جايين له اللي هو التدريب. في الكونسلتنسي تفضل الاخ ابو سمير حكى عن زنار وقدمت الاكاديميه يعني اللي بتقدر عليه. طبعا هو زنار للامانه مش صنع الاكاديميه، هو صنع ست وزارات وكانت الاكاديميه في يعني زي يعني تقدم بس خبرتها في الموضوع. الهدف الشيء الثاني عملنا دراسات على فكره زنار بالمناسبه منشور في ابحاث علميه محكمه في مؤتمرات يعني علميه. وعملنا كمان دراسه اللي هي نيس اسسمنت اللي هي تحليل المهارات اللي بتلزم دراسه علميه اللي بتلزم ل تنفيذ اي خدمه الكترونيه، يعني تحليل بسموه تحليل مهارات والنيس اسسمنت الاحتياجات. الشيء الثالث اللي احنا بالنسبه للتدريب عملنا ست دورات هحكي عنها اللي هي بما مجموعه يعني دربناها مرتين فصار 12 مره، كل مره بنحكي عن 50 ساعه تدريبيه كان موجود في التدريب بمعدل 15 واحد. الدورات التدريبيه بدي اعد اسمائها اذا تسمحوا اللي هي بروسيس اند داتا موديلينج، كيف تحلل البيانات وكيف تحلل العمليات. الداتا انتجريشن كيف توحد البيانات بين الوزارات وكيف تتعامل مع ما نسميه الاوبن انفورميشن سيستم. الشيء الثالث اللي هو كان عن الويب سيرفيسز او اذا بدنا نعمل سيرفيس باس للحكومه. والهدف الرابع كان عن الانتولوجي وعن المالتيلينجواليزم لما بصير فيه كمان تعدد لغات وتوحيد المفاهيم. والخامس كان عن امن المعلومات. والبرنامج السادس كان عن قوانين المعلومات، شيل القوانين اللي تلزم للمعلوماتيين لأثبتت اي شيء او لتقديمه يعني باكثر من يعني الموضوع حتى بصراحه يتعدب يعني فقط خدمات الكترونيه يعني زي الملكيه الفكريه بالاشياء الالكترونيه كمان حكينا عنها. كما طبعا هذه الماتيريال هي من تطوير من الألف إلى الياء للكادر الفلسطيني لأكاديمية الفلسطينيين هم اللي عملوا التدريب. طبعا دور الأوروبيين كان شركاء الأوروبيين هم بيعملوا ريديو للماتيريال حتى يضمنوا إنه very up to date يعني حديثي جدا وصحيحة وكاملة ومتكاملة. بالمناسبة كل الدورات اللي قمنا فيها كلها على إطلاق 600 ساعة يعني هم 300 وردينا ضربناهم أخر مرة 300 هم كلهم سجلوا بالفيديو وكلهم تم بثهم بتلفزيون القدس التربوي ومسجلين بالفيديو موجودين على الإنترنت. فالموظف اللي ما حرف الحظ وإجى على الدورة بأي موضوع بده يعرف عنه هم كلهم أونلاين. شوية معلومات كم واحد كان بكل دورة زي ما أنتم شايفين هون في كل دورة كم واحد، هذا في ران 1 وفي ران 2 في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية هم 6 دورات. نسبة الفيميل نسبة الإناث في الدورات بشكل عام كانت مش عارف 20% 27% ويعني نطوا بعد بطلت نطوا يعني مش شيء المفروض 50% بس يعني الوضع مش عاطل كثير. مجموع الناس اللي اجوا على الدورة خلينا نقول مجموع مش الناس مش الاشخاص في كل دورة لو جمعنا في عنا 172 شخص يعني هاي لكل داخل الدورات بس الشخص بتكرر. مجموع الناس اللي تخرجوا او اللي فينا انه في ناس بلش وما كملش وبصراحه هذا بحملهم امان لانه كلفونا مبلغ كبير كلفوا فلسطين مبلغ كبير وما استفدناش منه. هذا يعني في عليهم مسؤوليه. اللي طلعنا فيه من ال 173 او 172 بيطلع قديش؟ 164. عدد المستفيدين كلهم من الدورات بغض النظر كم دورة أخذ 55 واحد منهم 15 أنثى. في كم واحد يمكن السؤال كم واحد أخذ كل الست دورات كل المواضيع اللي هم 9، كم واحد أخذ 5 دورات 6، كم واحد أخذ 4 دورات 10 وهكذا. طيب كانت كمان الأكاديمية
بعمل اللي هو المؤتمر الفلسطيني الأول للحوكمة والخدمات الإلكترونية، ومعظمكم كان موجود فيه. هذه احنا بنسميها ديسيمينيشن يعني، ويعني اللي كان هدف المقصود عندنا في المؤتمر، دور الأكاديمي في الموضوع انها بصراحة تحمي الوضع الفلسطيني، انه احنا فعلا بدنا حكومة إلكترونية، هذا بيشتغل. فنأمل انه كمان تم تشجيع للوزارات بانه يسرعوا في التنفيذ. والحدث الأهم كان في نهاية المؤتمر إنه طلبت يعني أو تم توقيع اتفاقية تعاون بين معهد ابن سينا في جامعة بير زيت وأربع وزارات لاستقبال المشوار اللي هو تأسيس الأكاديمية كمؤسسة شبه حكومية، لأن نكمل يعني المهمة، لأنه في الآخر إحنا مشروع بينتهي في 14/10 القادم. بدي بصراحة أحب أشكر أول إشي المدربين من البوليتكنيك، الدكتور محمد الدشت والدكتور محمود الصاحب والدكتور إسماعيل الرومي والدكتور رضوان طهبور، ومن جامعة خضوري الأخ حسام قصراوي والأخ موسى عبدو والأخ نائل سلمان والأخ سامر النجار، وفي كمان عنا طبعاً أنا يعني جامعة بير زيت الأخ فراس ملحم وكمان محامي كان يدرب مش بس اي تي يعني، والاخ الدكتور محمد جبران، وكمان القائمين على المشروع بصراحه يعني انتم ما بتعرفوش حتى لترتيب كل شغله، انه في فريق كبير خليه نهر بتشتغل زي امبارح قبل الساعه 12 بدهم يشتغلوا. بحب اشكر الاخت رنا رشماوي ومجد الاشهب وديما تاجي وحنين محاكمي، وبحب أشكر كمان الأخ مأمون والأخ سامر، فالعديد إذا نسيت حدا سامحوني من اللي كانوا موجودين. الوزارات بصراحة كانوا دور هائل جدا يعني، لولاهم ولا إحنا ما قدرنا لا نوصل لناس بحاجة لتدريب أو لشيء. على رأسهم بصراحة الأخ أمجد أبو زيد مش موجود معنا، والأخ محمد تميمي والأخ منجد بليبلي، طبعا وزارة الاتصالات كم كان معنا موجود دكتور مشهور بذكر من البداية، ودكتور صفاء والأخ سليمان الزهري داعمين أساسيين في كل شيء. في عنا الأسوشيت بارتنر، هما مش ليجل بارتنر في المشروع بس أسوشيت بارتنر. بنحب نشكر الأخ موسى أبو زيد على دعمه من البداية لما رحنا زرنانا، والدكتور محمود الصاحب كان داعم بشكل لا نهائي لأنه يكون الديوان يكون الديوان على الديوان بالأشخاص اللي فيها. كان داعم بشكل أساسي من دورات محمد تقول حتى في الديوان، لدرجة أنه في حتى مختبرات إحنا كانت سوفتوير وأسسناها كمان وكانت موجودة على الديوان. والأخ ماهر طعمي، ولولا الأخ جمال أبو شنب ما قدرناش لا نلتقي اليوم ولا نكون ولا صراحة يعني من الجنود المخفيين الأخ جمال أبو شنب. طبعا الشكر الكبير جدا لمين؟ للي دفع وللي بارك، دكتور نضال يعني أنتم مشكورين، وإحنا منقدر إنه هذا من دافع الدرع الأوروبي، منقدر كثير هذا الكلام، وإن شاء الله نكون استفدنا. على فكرة هو المشروع مش بس كان تدريب، كمان كان في كورسات في الجامعات يعني نفس. قبل ما أنهي بدي أحكي كمان كلمة أخيرة لإخواننا، يعني لما كنا إحنا المتدرب يعني المدرب والمتدرب ما كانوش المتدربين حتى يعرفوا بعض، كثير نادر منهم كان ما كان يعرف. هاي كانت هي إدارة الوسطى الميدل مانجمنت في الوزارة، ومعظمهم آي تي أو محامي، ما كانوش يعرفوا بعض. هلا بصراحة إحنا وأنا يعني واحد منهم نشعر حالنا بأسرة وحدي، دائما متواصلين على التليفون وعلى الانترنت ودائما بتواصل كامل، فوق انه بدنا ننفذ، لانه بصراحه بنسميها التبادل البيني بين الناس، نعتقد انه انجز يعني، بمعنى انه صار في لغه مشتركه، صار في تفاهم مشترك، طلعنا كمان احنا على مر على منتجع مراد، كنا نعمل اشياء اجتماعيه حتى نقوي العلاقه اللي هي بنسميها التيم بيلدينغ. طبعا التدريب شمل اللي هي مش بس الوزارات، وفي كمان مؤسسات حكوميه زي الرئاسه والشرطه والمخابرات وديوان الفتوى والتشريع وما يعني ديوان الموظفين
زي ما بتسمعوا هلا الاسماء، وكمان شمل البلديات، في ثلاث بلديات رئيسيه، نابلس وطول نابلس ورام الله والخليل، وكمان قطاع خاص شركه. وبشكركم كمان مره. شكرا للدكتور مصطفى على البرزنتيشن القصير يعني. وخلاصه القول، خلاصه القول زي ما تعلمنا الاكاديميه، اوبن مايند اوبن داتا. ابدي الاخ مصطفى. للرواد وللفرسان، لرهان المستقبل والباعثين فينا الامل بغد مشرق مملوء بخدمات الالكترونيه وربط وتكامل وتبادل للمعلومات والبيانات بين المؤسسات المختلفه للنواة الصلبة للحكومة الإلكترونية، عليكم نراهن وبكم سنصل إلى ما نطمح ونصمو، فلكم كلمة. تفضل الأخ أمجد حرب من الجهاز المركز الإحصاء، كلمة عن المتدربين. شكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير موسى أبو زيد، حضرات الأخ المهندس سليمان الزهري، حضرة السيد دكتور نضال جيوسي مدير مكتب ديبوس في فلسطين، الأخ دكتور مصطفى جراح، الإخوة والأخوات الحضور. يعني في البداية قبل ما أتكلم، يعني كلمتي، أنا سعيد جدا أن كلمتي تتقاطع كثيرا مع الكلمات الإخوة السابقين، وفيها كثير من الكلام اللي تكلمت فيه. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي الخريجين والخريجات، إنه يشرفني اليوم أن ألقي كلمة الخريجين لهذا اليوم، وأقول عن هذه الدورات بأنها دورات مميزة، وذلك لأنها من الصعب أن تجد مثل هذا النوع من الدورات مجمع في هذا الأسلوب وهذا النمط، بحيث أنه لو أردنا أن نأخذ موضوع من هذه المواضيع لوحده قد يحتاج إلى مئات الساعات وكثير من الأيام لإنجازه، ولكن في هذه الدورات أخذناه بفترة قليلة جداً من ناحية نظرية وعملية، وتمت الاستفادة منه بشكل عام، وطبعا ليس بالتفصيل الممل، ولكن إذا احتجنا إلى تفصيل ممكن لازم نأخذ دورات متخصصة مفصلة أكثر. طبعا هذه الدورات جاءت تلبية لإحتياجاتنا نحن كمؤسسات مشاركة في هذا التدريب، مؤسسات حكومية وخاصة وحتى يعني المؤسسات الأهلية. هذه الحاجة التي دعتنا إلى التعاون مع بعض، يعني مع المؤسسات المشاركة لإنجاز وتجهيز خدمات إلكترونية لصالح المستفيدين، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات، وطبعاً كخطوة عملية جديدة لإنشاء حكومة إلكترونية فلسطينية. طبعاً إحنا نتكلم والإخوة تكلموا عن حكومة إلكترونية، ولكن العالم الآن حالياً يعمل على حكومة ذكية وليست إلكترونية. طبعا إذا ما نعمل حكومة ذكية يجب أن يكون لدينا حكومة إلكترونية، يعني أنه متطلب سابق، فنحن نسعى أن يكون عندنا حكومة إلكترونية، وفي المستقبل إن شاء الله يكون عندنا حكومة ذكية. كما ذكر الدكتور مصطفى، هذه الدورات يعني عززت التواصل والتفاعل بين المؤسسات المشاركة، وخلتنا نتعاون مع بعض ونقرب وجهات النظر، بحيث انه صرنا نفهم مثلا على بعض نحن كجماعة اي تي والقانونيين، وحتى الوزارات والمؤسسات المشاركة صرنا يعني لما نشوف بعض نتكلم في حبوب مشتركة واشياء مشتركة بيننا، سعيا لايجاد حلول وخدمات تصل إلى المستفيدين من المواطنين والمؤسسات، وتلبية لحاجات المؤسسات أو المستفيدين في هذا المجال. وإننا كخريجين ومستفيدين من هذه الدورات ندعو أنفسنا أولا ومؤسساتنا ثانيا وحضراتكم ثالثا للتعاون ولاستكمال ما بدأناه، ولإنجاز أو لتجهيز خطة عملية أو فريق وطني خلينا نقول أو أي شيء، إنه نكمل المشروع اللي مشينا فيه ونكمل المشوار اللي مشينا فيه، ونقوم بتجهيز هذه الخدمات الإلكترونية أو معظم الخدمات الإلكترونية المتوفرة في مؤسساتنا، لأنه زي ما حكينا إنه هذه يعني إحدى خطوات عملية لإنشاء حكومة إلكترونية وتسهيلا على المستفيدين من الوزارات والمؤسسات. وكما نحثكم جميعا كما يعني حثكم الدكتور مصطفى لتفعيل العمل ودعم
الحكومة الأكاديمية الحكومة الإلكترونية سواء كان بنفس المسمى أو مسمى آخر، ولكن استكمالا لهذا النشاط أن يكون في عندنا نشاطات أخرى في هذا الاتجاه. وأخيرا باسمي واسم زملائي الخريجين والخريجات، نود أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في إنجاح هذا التدريب، ونخص بالذكر كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديوان الموظفين العام، مشروع تمبوس، مجلس إدارة أكاديمية الحكومة الإلكترونية والشركاء الوطنيين والأوروبيين. ونتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لفريق المدربين، يعني أنا حافظ أسماء اللي إحنا تكينا فيهم ونرجو إنه ما يعتبوا علينا اللي سقط رأسهم سهوا. دكتور مصطفى جرار، دكتور محمود صاحب، دكتور محمد دشت، دكتور إسماعيل أبو رومي، دكتور فراس ملحم، دكتور محمد جبران، دكتور سامر النجار، دكتور رضوان طحبوب، دكتور نايف سلمان، أستاذ محمد ملحم، ومن كانوا ولم نحتك بهم. ولا ننسى أيضا دور المنسبين دكتور باسم الصيرفي والأخ جمال أبو شنب، ومساعدي دكتور مصطفى والزملاء يوسف وتمارا، زملائنا كانوا في التدريب كانوا منسبين. والشكر لكم أيضا ولمن ساعدنا أيضا وساهمنا عن ذكر اسمه، فنرجو أن لا يعتب علينا، وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم. وفي الختام نبارك للجميع، وجئنا للفقرة الأخيرة، فقرة تسليم الشهادات. أدعو معالي الأخ موسى أبو زيد رئيس الديوان، عطوبة الأخ جمال الزهير وكيل وزارة الصلاة، دكتور مصطفى، دكتور نضال، دكتور شهناز الفار، تفضلوا على المنصة لتسليم الشهادات. سمعت أيوم أيوم أمجد حرب لهذا المركز الإحصاء. يلا أمية حوشية ديوان الرئاسة، أمينة عبد الحميد أبو الروم بليد رام الله، إياد عمر ديوان الموظفين، إياد إبراهيم محمد وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد عود الأكاديمية الفلسطينية بيستلمها الأخ سامح الكبل، إيثار مازن الديك مؤسسة المواصفات والمقاييس، إيمان صباح وزارة الإعلام، إيمان عبد الحميد ديوان الفتوى، باسم صعاب من الأمن الوقائي، بدر نوفل وزارة الداخلية، بشرة إبراهيم وزارة بشرة صبيحات وزارة الشؤون الاجتماعية، بلال كامل الرياب وزارة الاقتصاد والدورة في كونيا، طمارة بكير وزارة الاتصالات، جاد زيدان ديوان الفتوى، جمانة دويك بلدية الخليل، جمانة عبد ربه وزارة الاتصالات، جميل السيد الشرطة، حذيفة مصطفى ديوان الموظفين، حسن زيد الأمن الوقائي، حنين ستيتية بلدية نابلس، رافع دروب ديوان الموظفين، رانيا عبد الفتاح نصر وكالة وفاء للأنباء، رجا السيد ديوان الموظفين، رضا إسماعيل ضيف الله وزارة التربية والتعليم، رضوان عود الريان بلدية الخليل، سلام جابر تركمان سلطة الأراضي، سلام مصطفى المخابرات العامة، سماح صوالحة وزارة العدل، شاهر مصطفى عياش وزارة النقل والمواصلات، ظافر يدك وزارة المالية، عبد الحليم حسن وزارة الصحة، عبد الرحمن سالم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عرفات أحمد علاوني بلدية نابلس، عمر قاسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، عمر مسلماني وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، عمر مناع وزارة التربية والتعليم، عنان جبيتي مجلس الوزراء. فادي قطيش وزارة الداخلية والأمن الوطني، فادي مرجاني وزارة الاتصالات بيستلمها الأخ إياد عرقات، فرح كسابري بلدية رام الله، مالك شحادة وزارة الداخلية، مجدي تفاحة وزارة الداخلية، محمد سهمود الجهاز المركزي للإحصاء، محمد الزيقات وزارة المالية، مصطفى تميم جي سوفت شركات خاصة، ملك موسى وزارة الداخلية، منير عبد رب الجهاز ومركز الإحصاء الفلسطيني، مهند مظهر وزارة الصحة، زار بركات وزارة النقل والمواصلات، نسرين الدويك وزارة المالية، هدى الوحيدة وزارة العدل، وليد أبو صلاح وزارة الداخلية، يحيى العطاوني وزارة العمل، يوسف رتاحي وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات. إخوان الخريجين ما حدا يغادر القاعة لأنه بدنا ناخذ صورة جماعية للمتدربين، لو سمحتوا.
ما حدا يطلع. جميع المتدربين لو سمحتوا على الستيج عشان ناخذ صوره جماعيه، لو سمحتوا. يا اخوان يا اخوان. اخوان المتدربين في ريسبشن وضيافة، بعدها في توزيع للمواصلات من الدكتور مصطفى.